يا أهلا وسهلا، أبغى اليوم أوريكم شيء مرة حلو. طبعا أغلب الفازات اللي نشتريها وفيها نبتات اللي تكون صناعية، شجرة الزيتون أو هذه مثلا، يكون حوض الزرع بهالشكل والنبتة تتحرك وداخلها. حتى لو نحط أشياء المنظرة من برا مرة سيء، شوفوا كيف كل شيء مبين. يعني لما تكوني من بعيد أوكي، بس لما تقربين تشوفين هذه التفاصيل جدا سيئة. فحنا الحين راح نسوي زي شيء بسيط إنه يغير، وبنفس الوقت تحسينها شيء طبيعي وأرتب، حتى بالشكل بيكون مرة أرتب. نفس الشيء، هذه شجرة الزيتون مرة حلوة، بس خلينا نشوف من جوا الحوض. شوفوا كيف هذا الشكل يكون الحوض حقها، مرة أصغر وأصلا مرة صغير. حنا حاطين شيء يرفعها فوق عشان تكون طويلة، ولاحظوا الأشياء هذه عشان ما تتحرك. طيب علبة موية عشان ما تتحرك لأنها صغنونة، وشوفوا هنا الجنب الثاني حاطين سفنج عشان ما تتحرك. اوكي هي ما تحركت، بس لما اقرب منها المنظر جدا بشع. ففي طريقة ثانية راح نسويها نبينها طبيعية ومرة كلاس وارتب وما تبين بهالمنظر. طبعا لو احط تربة يعني بتعبي لي مثلا كل هذا الحوض، مرة كثير عليها ويوسخ المكان وزي كذا. احنا نبغى يعني بس تغطية، نغطيها لانها اصلا مو حقيقية هي. نحتاج أهم شيء هذا الورق عادي، بس أهم شيء اللي يكون ثقيل. نحتاج كرتونة ونحتاج سفنج أو أي شيء ممكن إن احنا نثبت الأجناب حقت النبتة عشان ما تتحرك، أو اسفنجة أو أي كرتونة عندك، حتى لو علبة علبة موية، بس شوفوا من جوا تكون مليانة عشان يعني النبتة نفسها ما تتحرك تروح يمين يسار، نثبتها. نفس الشيء هذه عندكم، هذا اللي أقصده من جوا، أنها تكون تجي هي أساساً حوض بهذه الطريقة، شكلها مو حلو أبداً. إحنا حطينا ورق في الأجناب بس عشان ما تتحرك النبتة، ثبتناها. الحين بناخذ كرتونة ونقصها على نفس حجم الحوض، وبس يكون في فتحة حق النبتة نفسها. كثير يقولون طب حطي تربة، أنا يعني من جوا وثبتيها جوا بيكون حوسه، لأنه هو حوض حقها وسفنج، ويعني شوي راح ياخذ تراب مرة كثير، وحرام هي صناعية. فحتى ما نبغى ناخذ مرة تربة كثير، ويكون شكلها مرة نظيف وكلاس، وما نحتاج إلا شيء بسيط. حتى راح ناخذ الحوض على الكرتونة ونرسم الدائرة عشان ناخذ سايز الكرتونة نفسها. اوكي بنات، وبعدها راح نستخدم المشرط او المقص اننا نقص الكرتونة. اوكي اخذنا السايز، بعدها الحين شوفوا نقصها. الحين بس قاعد تاخذ السايز تتأكد انه تمام، راح نقصها او في المشرط بس شوي شوي عشان ما تجرحون نفسكم. شوفوا قصيناها دائرة، بس حنا الحين قاعد نقيس. شوفوا تحتاج زيادة إننا نقصها، هنا حطينا إشارة عشان نقدر ندخلها جوا، بعدين بوريكم إيش راح نسوي. راح نقصها بهذه الطريقة من النص بالضبط، من النص عشان نقدر ندخل النكهة. شوفوا هذا هي، سوينا دائرة في النص، سويناها. روحي شوفي الحين يا بزر. المهم شوفوا سوينا الحفرة هذه الدائرية، والحين بنحط عليها السويل.
خذينا التربة وحطينا هنا، هذه صارت جاهزة بهالشكل المرتب، فبينها طبيعية ومرة أرتب، شايفين؟ حتى من برا شكلها طبيعي أكثر.